هيو اهلا بكم في فلوج جديد رايحين اسكندريه تاني في حب المزيكا، بس المره دي اخر زفير ومعايا بقى مين؟ الاولد از جولد كينج اوف ميوزك دم برازيليان العرب رجبوفيتش. متحمس جدا أنا. والنهارده انا رايح من بدري جدا، فيلا بينا الى القطر. اخرنا على القطر يا لميد مش هجر، وربنا ما هجر وراه حتى لو باي فوت. اه شيت هير وي جو اجين. الناس كلها بتجري الا احنا عادي. هو عمال هيمشي 10 فعلا. اجري يا بلدي. قعدت جنب الشباك يا جماعه مع كريم، ده ما بيحصلش. تاخد ايه، الحمصيه ولا المحموسيه؟ خد خد متخيلني ليه؟ ايه الاغنيه اللي لازم تسمعها يعني ورايح عشان تسمعها؟ نفسي اغنوا بليله نفس 4 سنين. هو كده بيغنوا 4 سنين. ما انا نفسي اغنوا بليله نفس. انا نص تحت البحر الميت. اغنوا؟ ما لازم. يعني الجيش اللي حاسس ببوخ عامل السوداني طابور. الكراسي اللي جنبنا فاضيه واللي قدامنا فاضيه عشان دي كانت تذاكر اصحابنا حجزوا ومجهول. تعالوا بقى اوريكوا انتوا فايتكوا ايه. فايلة هنا اسكندرية يا اجدع ناس، في هالبلاوي استشبروز. خلاص انا بقيت من سكان اسكندرية. تعالى انا لففك اسكندرية هديك المكتبة. Later. اطلب لنا اوبر يا عم. عايز تركب الترام. ايوه. قدامه قد ايه؟ دقيقتين. اوكي. بساطة! بساطة! هنخش دلوقتي نقطع تيكت المكتبة. نخش المكتبة فيها ايه؟ فيها كمبيوتر ونت، فيها شاحن واي فاي. نخش المكتبة الاول نشوفها لاول مرة. خلاص الناس دي بطاقية يلا عدها طول. الحق هما ليه عاملين كراسي؟ دي بتاعت حفلة النهاردة؟ اه دي كراسي حفلة النهاردة؟ ايوه دي. مكان صغير فشخ على اي حفلة. طب تعالى تعالى. كاغي بنشن نو جوتسو. تعالى تطوع من شيل. من طبعا نشيلي دول ولا 70 كرسي. تعرف ان بيقول لك ان في اسكندريه دي اجمد حاجه هنا ده الجمدان. ده الملك هاها مؤسس الاخره في مصر من اسره الطفطسيه. يلا هنخش دلوقتي المكتبه. معاك الشنطه؟ معيش حاجه. ممنوع اصطحاب المأكولات. ايه وفين الاكل ده؟ هي اكلهم كلاكيت تاني مرة. يلا ده ايه ده؟ هي دي عادي لعبة وده الدوب بتاعي. دي مية. سؤال بس معلش، بيجوا هنا يعملوا ايه؟ عادي مش عادي عادي. انا مش عايز قلق هنا. انا جاي اتنطط واشقلب وهذا كل مش ده اللي دخلني في العرب دي كلها. يا لهوي
الفلاحة والمجتمع الريفي في تونس. الكتاب ده انا كنت قالب عليه الدنيا. فين قسم الاطفال؟ يعني ده كل ده كتاب هقعد اقرا في المكتبة؟ الوسيط مينفعش اروحه في شرح القانون المدني الجديد. هما لو ادي سترك يا رب. طب بص، بحر علم لما تشوف الكراش. محي الدين حسن ارطاوي بصراحة، ارطاوي ده تقريبا اجمد واحد هنا. الله قلنا ارطاوي، ارطاوي الراجل ده ارطاوي. انا الواد محمد ايه كان بيحب الحاجات دي. انا لا، الواد دي مش لو حد انك ليه. حسن اشرف صاحب البنت المربع برضه يعني ايه المربع ايه السنه دي حاجه يا اسطى صور الشيف يا اسطى يا مدينة الشيخ حسن. يا لهوي حسن اشرف يا جماعه، حسن اشرف الله يخليك يا حبيبي يا اسطى. رونكس. ايوه انا، ايوه انا. احمد هشام يا جماعه، الراجل ده متابعني من اول فيديو بتاع الكالوديان. الراجل ده اولد از جولد، فنحييه على الهوا. واللي بيصور الراجل، الراجل من اكبر الفانز الكريم الشرقيه واللي منها. والله احب احيي كريم على المجهودات الجباره اللي بيعملها في الفلوجات. بستناه كل حفله يا جماعه. الراجل ده والله حبيبي، مش الك دعوه بالشغل حبيبي يا راجل. الله الوكيل، شغله فخم. عايز اعمل بيصور منين بس وريني كده. استوديو شد الحبل للناس. تمام. انا اللي اصور الفلوج. انت سعيد ولا مش سعيد يا اسطى؟ انا سعيد جدا اني شفتك. عمتني بدري يا جماعه. الو، عايش يحضر حفلات. الحمد لله، هذا من فضل ربنا. جاي كيمو حبيبي، عرفنا على نفسك. كرولس زكوة. سلاموني سلاموني. الناس دي عشرة الساوند كلاش. روحنا من الساوند، روحنا من 6 اكتوبر للدائري، بقينا عشرة. 12 ساعة سفر من ورينا رجالة. اخر زفير متحمسين. بس كده خلاص. شباب اللي معاه شنطة جاهزة فيه. ايه او انت حبيبي رايق ازاي يعني؟ سوافل قلبي، شكرا جدا. ايه الحاجات اللي انا بناخدها دي؟ هو بيقول لي رايق على ايه؟ عشان شايف الفرق. هيو استاذ رونكس هو اللي عامل التيشيرت دوت. احب اشكره جدا. واللي عايز الميرش ما ينساش ينزل في الديسكريبشن، هيلاقي كولكشن حلو الاندر جراوند، يطلب اللي هو عايزه. التوصيل ببلاش، بس قول لهم انت بقى استديوهات شد الحبل. الراجل ده انا ماشي عرفني، فاهم؟ ايوه عليك يا صاحبي، انا متابعك من زمان قوي. الراجل ده صاحبه. الراجل ده صاحبه عندك في الفيسبوك. خلي بالك الراجل ده صاحب، الراجل ده صاحب الراجل اللي عرفني. وبعدين معاك الزمن. الراجل ده تبعك؟ طبعا. يعني الراجل ده اول ما شافني مسح اليوتيوب. مؤمن الكسندر يا اخوانا. كريم حبيبي يا جدعان، حبيب قلبي يا اسطى. ما كانش عارف ان ده اسمه مؤمن يا جدعان.
انا كنت عارفه بس ما اعرفوش شكله. يا اسطى حبيبي يا اسطى المربع 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 المربع. كل الناس تحت الشمس.
عشنا تطلب موتك وصلي
فينو حفرة الليل فكاسين عمد جديد ومسعود كتير بشتاق كتير ومش من حقي غير قبل عريقه امشي بعيد للساعة على الحيط عم تمشي مش لقدام بس لورا بس لا بذكر عيونك بشوف وجهك من الورق شاب طويل واشهر يما دم حلالي وحياة الله طابوت طابوت زني طابوت بعد شوف أهما كل الصابون Yeah.
بس ماسك معايا بس هديني وعرفتيني خسرانين عالجنتين لبيتين وعبيتيني لسا مشوف حبيبي تحت البحر الميت. وبكده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده. هب 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 هب.
مجنون بعد ما مش مرئي في العالم بفكري ليه.